والفنان المغربي محمد الغاوي سعل ولا هضرنا على الذكريات الجميله، ولكن هما كاينين بزاف ديال الذكريات. يعني ما خصنا كما قلتي الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، ونقدروا نوصلوا للاكتواليتي جديده. نرجعوا، احنا كنا تكلمنا على القطعه الجميله ديال الغربه والعشق القادي. انت كنت اول فنان مغربي اللي غنى في لو زينيت من اهم المسارح الباريزيه بفرنسا. تكلمنا على هذه المحطه المهمه كذلك في المسيره ديالك. نعم، كانت الصدفة أنه في الاتفاق اللي كان ديال المغرب العربي، ديال المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. غنيتي تما في المغرب والجزائر غنيت في العالم العربي كله تقريبا، بلا ما نقولك تونس، كارتاشي، تخوفا، بوغرنين، حمام الأنف، سوسة، أريانا. غنيت في سوريا، غنيت في الجزائر، غنيت في مصر شي ثلاثة المرات، في الأردن، في سلطنة عمان، في الإمارات العربية المتحدة، الحمد لله أوروبا كلها، الولايات المتحدة الأمريكية. والفضل دائما كيرجع للمصداقية والجالية العربية اللي كتستعينا بواحد مجموعة من الحفلات. شنو البلد اللي باقي ما غنى فيه سي محمد الغاوي تتمنى انه يمشي يغني فيه؟ باقي الصين، باقي للصين والهند. والهند هادو باقي لي، واخا ما نغنيش فيهم غادي نمشي لهم غير زياره. اكزاكتومون. انت فنان غايب ولكن حاضر. حاضر دائما. انا كنشتغل على برا بزاف كثر من المغرب. هادشي بغيت نقول لك. وكتشي في باريس. نعم. انا باريس عندي بحال كنتسرف. عندك الاقامه تما ولا لا؟ لا لا عندي، لا عندي الفيزا ديال 4 اون. الا عندك 4 اون راه بحال عندك اقامه. اكزاكتومون. بحال عندك اقامه. نعم. قلت لك بالنسبه للزينيت كانت الوحده المغرب العربي. نعم. اول فكروا المغاربيين المقيمين في باريس باش ينظموا شي سهره كبرى، كان داس في التلفزيون. نعم. فعيطوا لكل المغرب تونس كل هذا جوج الفنانين. فكنت انا محظوظ، انا ولطيف رأفت وحامد الزاهر. نعم. وكانت عليا من تونس. ومن موريتانيا. نعم. بنات المداح. وكان واحد عبد الله الاسود من ليبيا، يعني المغرب العربي. المغرب العربي. ودرنا سهره في لوزينيت، اول مغاربه كي سهره مغاربيه. كان معنا. نعم. سميتو ذاك المطرب الجزائري المعروف، نسيت سميتو، اللي كيغني الوالده، الوالده كذا، رضاك يا امي كذا، حتى هو دابا يجي، دابا يجي الاسم ديالو. نعم. المهم كانت سهره مغاربيه اول مره. غنيت في لا ديفونس عاوتاني في قاعه من القاعات الكبار في امريكا بشي 6 ولا 7 ديال الولايات. ولكن الاعتزاز والمفخره هي المغرب، الحمد لله. نعم. هو الارضيه. نعم. هو الانطلاقه. نعم. هو انت تبارك الله من احد رواد الاغنيه المغربيه، وحنا في 2014 كاينين اصوات غربه تبارك الله عليهم، كاينين اصوات جميله، كاينين اصوات شويه. بغيتك تقول لي شنو نظرك في هذه الموجه الجديده اللي تسميو الاغنيه المغربيه حديثه او العصريه؟ حديثة. هو هذا موضوع، يعني موضوع طويل اللي جينا نتكلموا عليه. فالمغرب الحمد لله المغرب ولود، فكتعرف على ان المغاربه هما اللي كينجحوا اغلبيه في هاد لي ستار اكاديمي وهاد الاغاني اللي في لي فويس وغابايداليت. دائما المغاربه كيبقاو دائما في المراتب. نعم. الاولى. نعم. فكانوا كيقولوا على ان مصر هي اللي شرب من النيل كيولي مطرب صوته مزيان، حنا كنقولوا اللي شرب من ابي رقراق ولا من سبو. نعم. لان المغرب الحمد لله عطاه واحد هاد الشباب فيهم اصوات جميله وفيهم امكانيات وعندهم افكار سيتو لي غروب لي هذا، وفيهم كذلك اللي ما توفقوش انهم يسيروا بالاغنيه المغربيه او المغاربيه. نعم. فمن الاصوات الجميله كاين واحد العدد الاصوات اللي كان انا كنفتخر كذلك بدنيا باطمه، لانني انا كنت من الناس اللي شجعوها. وغنيتي مع شي ديو كنا سمعنا لك ما كاين في ستوديو دوزير. فكانت الاختيار شكون اللي غادي يغني مع هذا من دوك الشباب، انا اختاريت نغني مع. نستمعوا المقطع ديال دنيا باطمه كي ندير نتكلموا عنها. نعم. نعم. وغنات. نعم. وانت شتي مني مشات ل. نعم. للمسابقات في لبنان كيفاش كان التجاوب ديالها مع الجمهور. الان. نعم. هي شقات طريقها. نعم. اسماء المنور كذلك صديقه ديالي كنعرفها ملي كانت صغيره. وهي طموحه وكانت كتغني معنا في المناسبات الوطنيه. لطيفه كنعرفها صغيره كذلك حتى هي بدات. ف راه قال السي محمد بالخياط واحد النقطه مهمه جدا. وهي رغم الاكراهات. رغم الاكراهات. نعم. لا لا لي باتون دون لي غو. وهذا الميدان ديالنا صعيب شويه. ولكن كما قلتي بالعزيمه القويه حنا غادي نبقاو حتى الاخر. نعم. رمق، لان الفن ما عندوش لاج، ما عندوش سن. نعم. وما عندوش تاريخ. الفنان كيبقى يعمل
حتى الاخر. سي محمد الغاوي كنت قلتي بان الاغاني الشبابيه اللي كاينه الان تتفتقر الهويه المغربيه. اي حيت متاثره تنظن على حسب التعبير ديالك بالثقافه الغربيه داخله على الفن المغربي. انا كيعجبني لما كنسمع شي فرقه موسيقيه من هاد الشباب كياخذوا، لان المغرب ديالنا كتعرف واحد القضيه، علاش كيجيو من اوروبا ومن امريكا يمشيو للورزازات ويطلعوا للشمال ياخذوا من الطقطقه الجبليه. نعم. وياخذوا من اقلال وياخذوا من. نعم. من الموسيقى قناوه ولا الدوليه. علاش انا هاد لي جروب مي الخزان هذا الكنز اللي عندنا ما استغليناش حتى 25%. ونمشي انا نجيب ايقاعات امريكيه ونجيب ناخذ بعدا ديالي. نعم. انا كمغربي نعتز طبيعة الحال الحداثه مزيانه، التطور مزيان، لي زانستريمو مودرن، لي ستوديو الكبار ينسجل فيهم، ولكن بالهويه العربيه. وهذا ما باش انا نجيب اغنيه انجليزيه وندير لا تراديكسيون وندخل عليها كلمات ونقول هذه راه كذا. انا في نظري نو ناقص. اعطي شنو عندك. علاش هادو الملحنين ديالنا كانوا كيجبدوا من الموسيقى الاندلسيه من الملحون وكتسمع روائع على عبد القادر الرشدي غادي يعاود يتكرر؟ ما يمكنش. ولهذا انا كنصح الشباب انهم يبحثوا في الكنز ديالنا المغربي، التراث المغربي، التراث المغربي، وعاد يمشيو ديك الساعه يشوفوا. نعم. كاين شنو المجموعه اللي تعجبك؟ كتعجبني ديك المجموعه اللي فيها الشباب هذو اللي تيغنيو في الصحراء. مجموعه المراكشي واش ديال مراكش؟ لا لا، واحد الجروب نسيت، الفناير ولاد مراكش. ولاد مراكش هذوك عجيبين. علاش؟ لانه بقاو خداو شي تراث. نعم. وانت شتي كيفاش ناجحين. نعم. التراث المغربي الاصيل. حتى واحد ولد مراكش ما عرفتش تعرفوا دي جيفان، حتى هو خدا الاغاني القديمه شويه ودخل جدها ودار لها ايقاع اخر سريع باش يعطيها حتى هي العالميه. خدا ايناس ايناس او رياوا كلهم هادو دار لهم ان اوتر ستيل. هذا جميل ان الواحد يختار يعني ياخذ من الكنز ديالنا وعاد من بعد ذلك. فهاد لي فنايغ انا كيعجبوني بزاف. نعم. لانهم انت مع هاد الفنانين اللي تيشدوا اغنيه ديال الرواد الاغنيه المغربيه يعاودوها يحيدوا عليها شويه الغبره ويقادوها ويمسحوها هذا جديد. هذا جديد مع هاد القضيه. اسمع عبد الغاوي، طبعا لانه كتعرف حنا كنا كنسجلوا بالطريقه التقليديه. كنا كنسجلوا بالانسترومون كلاسيك، كنا كنسجلوا في دي ستوديو. نعم. ديال بيست وحده. نعم. الان العالم تطور ولاتي كتدخل 36 بيست و 48 بيست واللي لي فيولون بوحدهم، لي زانستريمون، لي بيركسيون بوحدهم، والصوت تا هو نقادو ونزيدو شويه ديال الملحه وكذا. حنا كنا كنسجلوا راه ما عندك جبد. نعم. نعم. تبارك الله عليكم. فالان ولات الامكانيات العلميه متطوره، فمزيان انهم ولكن يبقاو محافظين على الاصاله الهويه ديال الهويه ديال الاغنيه. نعم. انت بصيفتك كنتي في استوديو دوزام، هاد البرامج ديال اختيار الاصوات او اكتشاف الاصوات انت معاها؟ طبعا، لانه شيء جميل ان دوزام ولا المحطات التلفزيونيه العربيه اللي كتكتشف الاصوات. هذا شيء جميل لانه انا افتخر عندما كان نشوف واحد المسابقة السنة الماضية وكنشوف واحد الشاب فلسطيني فاز. بمجرد ما فاز اتصل رئيس الدولة مباشرة بالتليفون تيقول له أنا محمد عساف، أنا كنعينك سفير، غادي يكون حاضر في موازين العام. مي صافي بليزيغ. نعم. لأن الفنان راه سفير. نعم. أنا لما كنمشي نغني في أمريكا وكنغني في أوروبا أنا سفير ديال بلادي. إيج سو فيير أنني كنهز لو درابو. نعم. ديال بلادي. علاش كنشوفوا الناس في العالم كلهم يعتزون بهويتهم وبوطنيتهم، فنحن كذلك نعتز بوطنيتنا ونريد الفن، لأنه إذا أردت أن ترى حضارة أمة ما. نعم. أو ثقافة أمة، شوف انظر إلى فنها. نعم. كنمشيو لباريس كنلقاو الصف على فيلم على السينما كتلقى الصف، أو على مسرحية أو على كوميدي ميوزيكال. نعم. أو على شونتور كتلقى لا كو. نعم. ولا كتلقى، نعطيك غير مصر، تصور أستاذي الفاضل على أن مسرحية تعرض لخمس سنوات. نعم. في نفس القاعة. نعم. ويوميا الكومبلي. الناس كيدخلوا معاهم لي ساندويتش ديالهم كيديهم كيمشيو، يعني هي فرجة وخرجة وكل شيء متعة. فهاد حنا كنتمناو أن هاد
هاد القضيه تكون عندنا في المغرب انه ما نبقاش نهز التليفون عيط لك اخي الغاوي بغيت واحد لانفيتاسيون باش نجي للسهره انا نمشي نقطع ونجي نشجع الفنان تا هو مسكين راه هو يا فوالا نشجعو فوالا. فاحنا ما نبغيوش ديك القضيه ديال المطرب والحي لا يطرب نعم. بغينا بالعكس نشجعو ديالنا. انا بون ديما كنهضر على الفنانين الاجانب مؤخرا في شونزيليزي كنشوف واحد الزعام والناس مزوقين وبفضول نط من القهوه مشيت كنتهز وكنشوف كنلقى ان غون شونتور واحد الراجل واقف والجماهير محشد دوك كتعرف شنو ديال السواح العالم كله كلشي فيه كيوقع لهم لزوك واحد كنت كنقول يا سلام هذا هو السفير ديال بلاده. نعم. إذن غندير وقفة موسيقية والحديث معك شي قاسي محمد الغاوي. شنو اقترحوا للمستمعين من هذه الأغاني المغربية الجديدة اللي درتي هدهم بدعم من وزارة الثقافة؟ الثقافة الله يجزيهم بخير. نعم. فعلا غادي نديروا حكاية طير ديال حكاية طير سي محمد بالخياط. نعم. والكلمة ديال سي محمد الرياحي. نعم. علاش تكلم هذا حكاية طير؟ حكاية طير ديال واحد ناكر الجميل شي واحد اللي كيربيه بزاف شي واحد اللي كدير فيه الخير وكتربيه وكذا واحد النهار كيهرب وكيمشي كتلقى في واحد الدار في شي قفيز واحد اخر كتقول الله يا ودي كنت بيه خير هنا لا اخويا الدار اللي هذا ناس لاباس عليهم انت كنت فقير تيخليني في الجوع. اذا حكايه طير محمد الغاوي على موزايك في ميدي ام. بقاو معنا. اذا هذه القطعه الجميله الجديده لمحمد الغاوي حكايه طير كلمات محمد الرياحي والحان سي محمد بالخياط. سي محمد الغاوي عندنا لك مكالمه مع نقيب موسيقيين المغرب واللي تتعرفوا هو صديق الدرب واشتغلتوا جميع في قطعات انت اللي بديتي وهو اللي بدا. سي احمد العلوي مرحبا بك في موزايك مره اخرى. مساء الخير أيها الحبيب. مساء الخير للطاقم الفني معك ولي إذاعة ميديا وتحية لسيد محمد الغاوي شكرا الفنان الجميل وتحية للجمهور المتتبع لإذاعتكم الجميلة. الله يكثر خيرك أستاذ ومرحبا بك مرة أخرى. إذن شو ممكن لك تقول على ضيف موزايك اليوم سي محمد الغاوي من خلال مسيرته الفنية اللي اعطى فيها الكثير سواء في الأغنية في الأوبيريت في المسرح في التلفزيون أكثر من 100 عمل جولات ناجحة عدة جوائز. شنو تقول في ضيفنا وخا الوقت ما بقاش لنا بزاف ولكن في شي 4 دقائق نقول نعم. واحد صديق عزيز أولا سيد محمد تتوفر في يجتمع فيه ما لا يجتمع فيه في غيره. نعم سيد محمد يعني خلينا نبدأ بواحد المسألة اللي هي مهمة جدا بالنسبة للفنان. نعم هي الأخلاق. نعم لما كيكون فنان كيستوفي من الأخلاق الطيبة ومن الأخلاق النبيلة ما يجعله إنسان كيمكن ليه في ديك الساعة يكون فنان متكامل. وسيدي محمد الغاوي من هذا الطينة. نعم أخلاق جميلة فنان استطاع أنه يشق نفسه الطريق في يعني في وقت صعبة جدا لأن كانت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ما كانش أي إنسان يمكن ليه يولج الساحة الفنية بالسهولة البسيطة. نعم. اللي تتخيلها كانت هناك لجان كان هناك مبدعون كثيرون ولا سيما في الأصوات كان الأصوات كان المغربي يزخر بمجموعة من الأصوات القوية. نعم. محمد لما بحال تنقول واحد بالمغربي يخرج لهم من الجن وهذا ليس بغريب لأنه سيدي محمد يعني فنان موهوب فنان ملتزم فنان يعني يحترم فنه ويحترم إبداعه ويحترم اختياراته الفنية فنان يحترم جمهوره ويحب جمهوره فنان يحترم هذه المهنة فنان يعني اللي كنقول ما أحوجنا إلى فنانين اللي يكونوا في هذا الإطار. والصمود ديال سيدي محمد خصوصا الان في هذا الوقت اللي ولات يعني نقول لك كاين واحد النوع من التحولات اللي ما يمكنناش يعني مثلا نتكلموا في اطار فني على اطار فني او لون على او هي الالوان مختلفه. نعم. ولكل لون ذواقه ولكل نوع من الاغاني عندها الناس يتقبلوها ولكن اللي مهم هو الاجتهاد
أي إنسان اجتهد لابد ما يوصل إلى قلوب الناس. ودي محمد الغاوي من هذا الطينة اللي كتجتهد باش توصل إلى قلوب الناس. أنا أود أن أشكر الإذاعة ديال ميدي آن لأن هذا المتنفس الجميل اللي خلقينه من خلال التواصل مع الجمهور واللي كيعطي واحد اللمحة على الفنان المبدع هو في حد ذاته دعم للأغنية المغربية. نعم هذه شهادة نعتز بها أستاذ. نعم بدأ بأعمال جميلة مع ناس محترفين. نعم. بدأ مع شاعر فد شاعر كبير شاعر يعني أعطى للأغنية المغربية النفس طويل والإطار الجميل المرحوم علي الحداني. نعم. بدأ مع ملحين شاب في ذلك الوقت اللي استطاع أنه حتى هو يدخل لأننا نحن في نحن سي محمد بن الخياط وعم مجموعة من الملحين كاين الجيل الأول وإحنا جينا الجيل الثاني. نعم. اللي استطاع أن سيدي محمد بن الخياط هذا الفنان المثقف الفنان المبدع الملحن المتزن اللي استطاع أنه يمشي في الإطار ديال التعامل مع الإيقاعات المغربية ومع الأنماط اللحنية المغربية اللي لقى واحد الأرض خصبة اللي زرع فيها الزرعة دياله. نعم. واللي هذيك الزرعة أعطت الأكل ديالها ونضجت بسرعة اللي هو سيد محمد الغاوي. نعم. إذن كانت الانطلاقة دياله أعتقد باش ما نكررش ربما ما قيل قبل. نعم. أن أتدخل. نعم نعم تكلمنا على البداية جميلة. نعم أستاذ. ولكن رمشي البدو هو تيقول لك البدو وحده اللي صعيب في الكلمة اللي تناسب. نعم. يعني ماشي البدو اللي صعيب هو الاستمرارية. سي محمد الغاوي استطاع أنه يكون عنده ذاك النفس القوي للاستمرارية واستطاع أنه يكسب جمهور سواء داخل أو خارج الوطن عنده محبيه يعني يناضل. ولما أقول كلمة مناضل فالنضال في شقيه النضال الفني والنضال النقابي. نعم. والنضال الميداني. نعم. هذا هو سيد محمد الغاوي هذا الفنان اللي أنا كنحبه الله يحفظك وعزيز عليا متبادلة الشريف متبادلة وأقدر فيه روح الأخوة والصداقة والإخلاص والوفاء. نعم. وكان نزيد نقول سيد محمد أخوك تقول لك استمر في عطائك استمر في يعني هذا الطريق طريقك جميل وأشكر الإذاعة ديالكم ميديا شكرا مرة أخرى بارك الله فيك أستاذ وشكر الجزيل بارك الله فيك على الكلمات الجميلة وهذا ليس تملقا لا هذا ما معروف مجاملة بارك الله فيك نحن في حاجة إلى إعلام واعي. نعم أستاذ في حاجة إلى إعلام هادف في حاجة إلى دعم الثقافة والفن المغربي لأن الفن المغربي وفي المغرب يعني لا يمكن أن يتساءل شخصان. نعم. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. والمغرب ليس نهرا بل بحرا قويا مليئا بمجموعة من المسائل اللي أعطاها لي الله سبحانه وتعالى الحمد لله على بلدنا وشكر الله على بلدنا ويعني شنقول إحنا يا الاستمرارية والعطاء والجد هو لكي يخلي الإنسان يستمر. نعم. في الحياة تكون هو مطمئن والحياة دياله مطمئنة. شكرا سي أحمد العلاوي على الكلمات الجميلة وتنتمنى لك مزيد من العطاء وتهلا في راسك وقريبا إن شاء الله مرة أخرى في موزايك سيدي محمد الغاوي هو تسمع لك الله يطول عمرك exactly. شكرا سي أحمد العلاوي. إذا نديروا معك وقفة موسيقية لقطعة جديدة شنو هي هذه تنسمعوا الآن هذه الأغنية وهي الدرب الممنوع من, نعم. من كلمات الأستاذ محمد الرياحي الحان ديال السي محمد بن الخياط وراجع لك بعد موجز الرابعة والنصف سي محمد الغاوي ضيف موزايكا